بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بالضيوف الكرام في مركز رافدين للدراسات الاستراتيجية رسام، والذي يقيم ضمن نشاطاته الشهرية ندوة بعنوان في ظل الأزمات السياسية المستمرة العراق إلى أين. موضوع الندوة سيكون في محورين. المحور الأول هو عرض الأزمة السياسية الحالية في العراق وصراعاتها وتداعياتها المستمرة. سيقدم هذه الورقة الدكتور رافع الفلاحي، الباحث السياسي والخبير في الشأن العراقي. مرحبا بكم دكتور. حياكم الله. سيكون معنا أيضا الدكتور مثنى حارث الضاري، مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين. مرحبا بكم دكتور. لكم 20 دقيقة للدخول في الأزمة السياسية في العراق وصراعات الطغمة الحاكمة. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحب بكم أساتذتنا الكرام، ضيوفنا الكرام. الحقيقة الحديث عن عرض للأزمة السياسية الحالية في العراق يستوجب الحديث عن العملية السياسية، لأن كل الأزمات السياسية التي حصلت في العراق منشأ العملية السياسية التي بها خلل بنيوي من الأساس، بنيت على باطل وبنيت خطأ، وكان هذا الخطأ مقصود، ليس خطأ مثل ما يقال، هو مقصود لكي يصل العراق إلى هذه الحالة. وعموما في الطريق إلى الحديث عن هذا الموضوع، دعوني أقول أولا أنه إحنا دائما عنوان هذه الندوة هو العراق إلى أين. مثلما هناك أمراض مزمنة هناك أسئلة مزمنة. إحنا من 19 سنة لحد الآن عندنا هذا السؤال المزمن، العراق وين رايح، إلى أين؟ وإن شاء الله أهل العراق يجدون إجابته عمليا وينهون هذه القضية. لكن في الطريق إلى، دعوني أولاً بشكل سريع أتحدث عن قضيتين ربما دلالاتهم ترتبط مع العملية السياسية وترتبط على ما يحدث في العراق. في تركيا هنا أغلبكم يعرفون أن هناك واحد من أشهر البنائين في العالم اللي هو المعمار سينان، واحد من أشهر البنائين في العالم، واحد من أشهر المصممين ومنفذين البناء في العالم حقيقة، وبنى كثير من الشواهد الكثيرة، عدد الأبنية اللي بناها 476 بناء، باقي من عندها يمكن 194 بناء. بنى مدارس وبنى جوامع وبنى جسور وأسس لسفن كبيرة، كثير من الشؤون، ويمكن ربما واحد من الآثار الباقية لحد الآن موجود هو جامع السليماني اللي يعتبر تحفة من التحف الكبيرة، واللي تفوق به حتى على آيا صوفيا في القاعة في القبة مالته وكبرها وعظمتها. عموما هذا الرجل اللي عاش نحو 100 سنة، ما يقارب 100 سنة، ولد 1490 وتوفى 1588. الحقيقة هذا الرجل ما يهمني فيه انه لديه فلسفة في البناء. الفلسفة يلخصها هو في 3 كلمات، وهو واحد من افضل البنائين في العالم باعتراف كل البنائين كل المعماريين في العالم. يخصها بثلاث كلمات، البناء كله. يقول الفلسفة هذه القوة والنفعية والجمال. فالقوة يجب أن تتحدى الزمن وتتحدى كل عوامل الزمن، والنفعية أن ينتفع الناس بها ولا تكون شكلا بدون معنى، والجمال ينقي النفس مثل ما يتحدث هو، ينقي نفس الناظر إليه ويذكره بجمال الله الأعظم. الحقيقة هذه القضية إذا ما سقطناها على العملية السياسية، العملية السياسية لا تمتلك كل فلسفة البناء التي يشير إليها الفلسفة الحقيقية والصحيحة، القوة والنفعية والجمال. عملية سياسية كبناء فاشلة جدا، ضعيفة، متهرئة، نفعيتها للناس الذين فيها فقط وللشعب، عموم الشعب غير موجودة النفعية، بالعكس ضرر كبير. وجمال هي قبيحة وبشعة ودمرت العراق طوال 19 سنة. ودعوني أيضا ما دمنا نتحدث عن هذه المسألة، القضية الأخرى اللي هي وردت في كتاب لمحمد حسنين هيكل، عندما يتحدث كان اسمه الزلزال السوفيتي، يمكن صدر عام 1990، تحدث فيه عن انهيار الاتحاد السوفيتي. وهذا الكتاب عبارة عن سرديات لحوارات أجراها محمد حسنين هيكل مع مسؤولين بالاتحاد السوفيتي بعد الانهيار، وسألهم ليش سبب الانهيار. فتحدث إلى واحد ما يعنيني ربما في هذا الموضوع، تحدث إلى واحد من أساتذة جامعة لينينغراد،
فقال انه يعني بشكل نكته ساخره او سخريه سوداء، قال انه الاتحاد السوفيتي مثل القطار، وتعاقب كثيرين على قياده هذا القطار، اولهم ستالين، وستالين قتل الركاب ومشى القطار واللي موجودين بكلهم جثث، ولم يكن معه الا وزير داخليته بريا فقط، هذا الشخص المشهور اللي كان يعني مشهور بقساوته وبقتل الناس وبتصفية الشيوعيين اللي كانوا معارضين لستالين. بعدها قال انه القطار قاد كروشوف اللي جاء ايضا، فبدل نفس الجثث لكن شغل موسيقى ورقص وغناء والقطار يمشي، والناس تعتقد انه الناس متونسة بهذا الموضوع، والجثث ناس جثث. اللي بعده اجى برجنيف وقف القطار وطلب من الركاب ان يقلدوا صوت ماكينه القطار وكانه القطار يمشي وهو القطار واقف في مكانه، الى ان اجى غورباتشوف اللي ركب القطار هذا وقاد القطار وقلب بسرعه وانتهى الاتحاد السوفيتي. انا اقصد من كل هذا انه العمليه السياسيه الحقيقه تعاقبوا على قياده قطارها، هذا القطار الخرب، مجاميع من القوى وباشراف تحت مظله امريكان ومظله ايرانيين حقيقه. وكل هذه كل الذين قادوا قطار العمليه السياسيه بدءا من مجلس الحكم الى ابراهيم الجعفري الى نور المالكي الى العبادي الى اللي بعدهم عادل عبد المهدي ومصطفى الكاظمي الان ومن سياتي بعدهم، هؤلاء مجرد يعني اجراء يقودون هذا القطار في محطات صممت من قبل الامريكان ودعمها الايراني ودعمتها ايران بشكل قوي، وماضيه في طريقها لافراغ العراق من كل مقومات قوته، من كل مقومات قدرته على النهوض والعوده الى دوره الطبيعي ولممارسه الدور الطبيعي في رعايه اهله وفي تاثيره الاقليمي والدولي. هكذا هو العراق. فبالتالي من عام 2003 لحد الان نحن نعيش ازمات متتاليه، كل ازمه تولد ازمه اخرى، وفي كل انتخابات ما يسمى بانتخابات من انتخابات عام 2005 لغايه هذه الانتخابات الاخيره، الانتخابات اللي سميت مبكره، كانت الازمات تكبر وتزداد في كل مره وتتشعب، وصولا الى الحاله التي كنا جميعا نتوقع، وكل القوى المناهضه للاحتلال وفي مقدمتهم هيئه علماء المسلمين في العراق كانوا يتوقعون ان الصراع يعني موجود، لانه الصراع موجود في اطار هذه العمليه السياسيه، صممت لكي يتصارعوا فيما بينهم على المكاسب والمغانم وبعيدا عن الشعب، طبعا الشعب لا يكسب شيئا. وبالتالي الان وصلنا الى حاله ربما البعض يسميها أزمة مستعصية، وصلنا إلى الحائط، وصلنا إلى طريق مسدود. أكثر من مرة كان العراق يصل إلى طريق مسدود، وأكثر من مرة الشعب يعبر عن رفضه لهذه العملية السياسية، وآخرها في ثورة تشرين عام 2019، الشباب اللي خرجوا كانت شعاراتهم واضحة جدا جدا، وكانوا ينادون بإسقاط العملية السياسية، كانوا يعرفون من البداية أن العلة في العملية السياسية وفي الأحزاب التي تحكم العراق. وحاولوا كل القوى الآن، وهذا جزء من أزمة النظام السياسي في العراق، أنه كل القوى الحاكمة في العملية السياسية تحاول إبقاء العملية السياسية بأي طريقة، وجزء من عندها ما يحدث اليوم، الجزء فاز والجزء خسر، والجزء الفاز والجزء الخسر هم كلهم ميليشيات، وكلهم قوى ساهمت وتساهم في خراب العراق من 19، وكلهم الركاب نفس القطار هذا اللي تحدثنا عنه في المحطات، وكلهم قادوا هذا القطار وكلهم شاركوا في إدامته لأنه فيها مصالحهم، في المحطات كانوا يكسبون كثيرا والشعب يخسر كثيرا الحقيقة. أما اليوم فالبعض ربما يعني تغيب عنه الحقيقة أو يحاول أن يتجاهلها أو ربما يضللونه بطريقة أو بأخرى، ويعتقد أن القوى التي فازت هي قوى وطنية، والقوى التي خسرت هي القوى التي يجب أن تخرج خارج العملية السياسية، والعملية السياسية تستمر في طريقها. القضية ليست هكذا، القضية أنه
هناك خلل في هذه العملية السياسية. العملية السياسية بنيت من الأساس على المحاصصات الطائفية والعرقية وعلى مناكفات ومشاكسات وصراعات داخلها لزيادة المساحات. ما حصل اليوم أنه بعض الأطراف حصلت على أجزاء معينة، على كراسي أكثر من الآخرين، تبادلوا الأدوار، هذا الذي يحصل. الكل مؤمن بالعملية السياسية، لكن الاختلاف فيما بينهم كيفية قيادة هذا القطار. لكل واحد نظرية وطريقة في قيادة هذا القطار. الذين خارج ما يسمونه هم التنسيقية أو جماعة مقتدى أو ما يسمونه القوى السنية في العملية السياسية، لديهم رؤية أخرى في القيادة. وهنا الخلاف عليها، وخلاف مكاسب، وخلاف يعني صراع على الاستحواذ ليس أكثر، وليس فيه قضية وطنية، ليس فيه مثل ما يتحدثون هناك بناء، هناك إعمار، لأنه أدوات التخريب هذه لا يمكن أن تصبح أدوات بناء نهائيا، ولا تمتلك هذه الفلسفة في البناء القوة والنفعية والجمال، هذه ما تمتلكها ولا تفكر فيها ولا تقترب منها. هذه الحقيقة أدت إلى أن نصل إلى طريق مسدود نراه، البعض يراه أنه يعني يحتاج إلى أدوات خارجية لكي تزيله. وكل القوى المناهضة للاحتلال، كل القوى التي تملك فكرا وطنيا، تجد أن القضية لا تتعلق بالخارج بقدر ما تتعلق بالداخل. من يزيل هذا النظام، من ينهي هذه المهزلة، والشعب العراقي. كل الدلائل الآن تشير إلى أن الشعب العراقي قناعاته يعني تزداد يوما بعد يوم بأنه هذه العملية السياسية هي أساس خراب العراق ودماره وضياع حاضر ومستقبل العراق وأبنائه. فلذلك يحاولون، وثورة تشرين عبرت عن هذا بشكل واضح جدا، لذلك يحاولون أن يجمعوا أنفسهم، بالتالي يكونون الموجة الكبيرة التي تضربهم. البعض يعتقد أنه بمجرد تشكيل الحكومة القادمة، حكومة مقتدى الصدر، ما يدعو إليها مقتدى الصدر، والبعض قرأت يعني ربما يوم أمس البعض يقول بالأخبار، يقول أنه الآن السنة مثلا الآن سيحكمون أو جاءت فرصتهم لكي يعبروا عن وضعهم. هذه كذبة كبيرة. الحقيقة هي كل المناصب، كل ما موجود في العملية السياسية موزع بحصص ثابتة، هل قد للسنة، هل قد للشيعة، هل قد للأكراد، هل قد للتركمان، هل قد كل واحد حصته. وهذا ما عبر عنه بريمر في كتابه عام قضيته في العراق، وقالها بشكل واضح، ومجلس الحكم عبر عن هذا بشكل واضح، وكل تطبيقات مجلس الحكم ما زالت هي الثابتة وهي الموجودة لحد الآن. والعملية السياسية تنهل من هذا المجلس، تقسيمات واضحة. لذلك يتحدثون عن الكتلة الأكبر أو المجموعة الأكبر، وهذه يعني ذكرها بريمر في كتابه عندما تحدث عن نسب معينة للشعب العراقي، قسم العراقيين بنسب معينة ولا أعرف كيف جاء بها. قال إنه الشيعة 60% والسنة ما أدري يمكن 16% ولا 17% والأكراد ما أعرف إيش قد. وعندما سئل فبعد ذلك في برنامج من البرامج قال من أين أتيت بهذه يعني الإحصائيات؟ قال هم قالوا لي يعني هم بلغوني بها. من هم؟ المعارضة، قوى المعارضة هم بلغوني بهذه القضية، بلغوا بهذه الأرقام، وبالتالي حولوا الشعب العراقي إلى أرقام معينة، هل قد شيعة وهل قد سنة وهل قد أكراد، وبالتالي للشيعة هل قد كراسي وهل قد مساحة للحكم، وللسنة هكذا. ومثل ما يسمونه، طلعت وحدة من السياسيات هذا الزمن الشاذ تحدث عن الأخ الكبير والأخ هكذا، يتحدثون الأخ الأكبر أو أبو الأولاد هكذا يسمونه. بالتالي الرعاية يجب أن تبقى هكذا، وتبقى الوضع على ما هو عليه، والتوافق سيصلون. يعني الآن يتحدثون أنه لا توافق، يعني احنا نذهب إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية. ما هي حكومة الأغلبية الوطنية؟ كيف شكل هذه الحكومة الأغلبية الوطنية؟ هي نفس القوى السنية التي شاركت في العملية السياسية سابقا، هي نفسها بتسميات أخرى،
ونفس القوى الشيعية هي نفسها جزء من عندها لم يشارك الآن لحد الآن لأنهم معترضين على حجم مشاركتهم ورؤيتهم، مو بس حجم مشاركتهم بس رؤيتهم لقيادة العملية السياسية لقيادة هذا القطاع. هناك اختلاف في هذا الموضوع وسيتوافقون فيما بعد، لابد يتوافقون على هذه القضية. بالتالي الأزمة السياسية أزمة مرشحة لأن تكبر، في كل يوم تلد أزمات وتدفع للشارع، لكن هل الشارع سيتقبل هذه الأزمات مثل ما تقبلها في عام 2005 بأول الانتخابات أو 2010 وقبل بها ومشت الأمور بهذا الشكل واستطاعت الميليشيات أن تقتل الناس وتذبحهم وتنهي تظاهراتهم عام 2019 وغيرها وفي 25 شباط 2011؟ هذه الحقيقة لا يمكن أن تتكرر. الشعب العراقي لا يمكن أن يسكت إلى النهاية، لأنه بالتالي هو يعني هذا يتعلق بحياته، يتعلق بوجوده، بحاضره ومستقبله، بحاضر ومستقبل أبنائه. فلا بد أن يثور يوما ما وثورته قادمة، ومثل ما ثار وما كان أحد يتوقع أنه هذا الشباب الذي غذي بالفكر الطائفي طوال سنوات طويلة يخرج عابر للطائفية، عابر لكل الفكر اللي حاولت القوى التي كانت تقول عنه أنه هذه حاضنتنا، وبالتالي انقلب على حاضنتهم، لأنه هذه الأحزاب بميليشياتها لم تخدم لا الشيعة ولا السنة ولا أي أحد. حتى من يدعون أنهم جاءوا من أجل مظلوميتهم، وانظروا إلى المدن الجنوبية ستجدون أن الحياة فيها معدومة مدمرة مخربة، نسبة البطالة الآن تزيد عن 55%، الأمية 8 إلى 9 ملايين إنسان أمي، الخراب في أوجه، الفقر الآن لدينا يعني وزارة التخطيط تتحدث عن 36% فقراء من العراق، والحقيقة هو الرقم أكبر من هذا، و 12 مليون عراقي تحت خط الفقر، بما معنى لا يجدون طعام يومهم ممكن أن يأكلوا من المزابل. وهذا البلد الغني اللي موازناته مليارية 100 مليار وأكثر كلها مخصصة إلى قوى ميليشياوية وإلى الفساد والخراب، وبالتالي يتحدثون عن حتى الخدمات. قبل أيام يحتفلون بربط كهربائي مع الخليج ويتحدثون عن هذا الربط وكأنه هذا الربط يعني سينهي مشكلة الكهرباء اللي صرفوا عليها باعترافهم، يقولون 82 مليار دولار والمبلغ أكبر من هذا، لأنه هذا المبلغ فقط يعني ما جابوه من مولدات وما أعطوه للشركات وكل هذا سرق، لكن إذا ما أضافوا إلى المبالغ اللي أعطوها لإيران حتى تزودهم الكهرباء اللي اشتروها من إيران، الغاز، الناس ايش قد صرفت على الكهرباء والمولدات الخاصة، فبالتالي يطلع المبلغ مبلغ خرافي ورقم كبير جدا جدا، والعراق من سيء إلى أسوأ. هذه الحقيقة كلها تشكل يعني إطار لهذه الأزمة المتفاقمة الكبيرة، أزمة اجتماعية، أزمة اقتصادية، الاقتصاد طبعاً بأسوأ مراحله، القدرة الشرائية للمواطن العراقي خفضت جداً، الآن تضخم في السوق العراقية، المواطن غير قادر على أن يشتري شيء، 60% من العراقيين لا يمتلكون بيوت، يجب أن يدفعوا إيجارات للبيوت، وهذه الإيجارات أقل إيجار لبيت مو أقل من 750 ألف دينار عراقي، هذا قد يكلف، قد واردات، لذلك غالبية العراقيين يعملون بأكثر من عمل، يعني يشتغل صباحا ويشتغل ظهرا ويشتغل ليلا، يكد ليلا نهار لكي يوفر أبسط الحاجات الضرورية لعوائلهم، تسرب من المدارس، تسرب في التعليم العالي جدا لأن الناس ما قادرة أن توفر مبالغ لدراسة أولادهم، الصحة، الانهيار الصحي، هذا كله جزء من هذا الانهيار السياسي. لو كان هناك عملية سياسية، لو كان نظام سياسي وطني وطبيعي ويحمي الناس ويحرص على مصالح العراقيين لما وصلنا إلى هذا الحال، ولكانت هذه الأموال استثمرت بشكل صحيح، ولما تدخلت إيران وتغولت في العراق وبالتالي تضغط على الناس و قاءان يومية زائر القوى السياسية. وهذه واحدة من أزمات العملية السياسية، أنه كلما حصلت أزمة، كلما جرى الحديث عن انتخابات وإذا بالمسؤولين الإيرانيين يأتون إلى العراق أو يذهب يعني القوى السياسية تذهب للحج في إيران وتأخذ التعليمات، وبالتالي أنت محاط بكل
دول كثيرة محاط في تركيا، بالأردن، بالسعودية، بالكويت، بكل دول. لماذا لا ترسل يعني وفود منها لتتفاهم على العملية السياسية بهذه الطريقة؟ لماذا إيران بالذات لا أحد يجيبك؟ وضغوطات إيران ماشية، لأنه إيران الحقيقة هي التي تحتل العراق، هي المحتل الثاني، محتل الذي تخادم مع الأمريكان، والعملية السياسية يهمهم أن تستمر، لأنه في استمرارها بقاء الأزمة في العراق وبقاء العراق ضعيفة. هذه يعني الصورة الحقيقة، يعني رغم أنه سوداء لكن الأمل يبقى معقود بالشعب. الشعب رافض لكل هذه القضية، التناقضات هذه التي حصلت خلال 19 سنة ظهرت على السطح، والشعب الآن يرى الصورة بشكل أوضح، وعي ازداد، وكلما زاد وعي يعني الشعب ثار، وكلما ثار زاد وعيه. هذه يعني ثنائية يعني متفقة مع بعضها، والشعب يعرفها، وبالتالي قوى الشعب صارت عندهم تجربة كبيرة خاصة بعد ثورة تشرين في مواجهة هذه القوى، وعرفوا انه هذه القوى ضعيفة جدا رغم تغولها بالميليشيات والقتل والاعتقالات، لكنها تبقى ضعيفة، والنظام في العراق ضعيف ومتهاري لولا الحماية الأمريكية، وأقولها ربما يعني ويقولها غيري، لولا الحماية الأمريكية لكان كل الحال هذا تغير، حتى مع وجود إيران. وجود أمريكا هو الحامي لهذه العملية السياسية، وحامي لوجود هذا النظام وباعتراف الدولي والإقليمي بهذا النظام. لولا الهراوة الأمريكية لا شهدنا غالبية السفارات الموجودة في بغداد سحبت سفراءها، والدول قطعت علاقتها مع هذا النظام بكل مساوئه وبكل بشاعته وبكل انتهاكاته لحقوق الانسان. انا ربما طورت، شكرا. نشكرك الشكر. نشكرك الشكر الجزيل دكتور رافع الفلاحي، الباحث السياسي والخبير في الشأن العراقي. ولا ندري دكتور في اي مرحله يسير القطار في ظل الطغمة السياسية، هل هو يسير في سرعة جنونية نحو المجهول، ام تحول الركاب الى اشلاء وضحايا وجثث، أم ربما يعزفون بألحان الإنجازات الوهمية؟ هذا ما تجيبنا عنه حضرتك دكتور مثلنا حارث الضاري في المحور الثاني من الندوة، وسيناقش وجهة نظر القوى السياسية المناهضة للاحتلال ولعمليته السياسية، وهل سيكون لديها قدرة أو توجيه نحو تغيير القطار من هذا الاتجاه نحو الخلاص من هذا الاحتلال وتبعاته؟ تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أخوتي جميعا، وحياكم الله في هذه الندوة، والشكر موصول للأخ الدكتور سنان مدير الندوة، والأخ الدكتور رافع الفلاحي على ما قدم من عرض سهل علي المهمة كثيرا وحرق علي بعض الأمور يعني. بارك الله فيك إخواني. الندوة كما يوحي العنوان وكما سمعتم من الدكتور سنان على محورين أو من محورين. المحور الأول هو عرض الأزمة والأزمات السياسية، وتكفل به مشكور دكتور رافع، ثم يأتي السؤال بعد ذلك، العراق إلى أين؟ أولا قبل أن أجيب، فقط ذكر معلومة دكتور رافع وأنا معه فيها فيما يتعلق بالنسب السكانية في العراق التي أقام الاحتلال إن شاء الله على أساسها النظام السياسي. هذه النسب كما ذكر الدكتور رافع، بريمر يتدرع بأنه أعطيت لنا. ممن أعطيت لهم؟ من المعارضة، ما يسمى المعارضة العراقية سابقا، نعم، ولكنها أرقام معتمدة لدى الإدارة الأمريكية عندما خططت لغزو العراق واحتلاله، والأدلة على ذلك متواترة جدا. يكفيني فيها مثال واحد، قبيل الاحتلال بمدة قصيرة نشرت الولايات المتحدة الأمريكية دراسة مفصلة من 300 صفحة تقريبا عن خططها للتغيير في العراق، وعدت دراسة هذه اثنان من كبار الباحثين على المستوى الأمني وعلى المستوى العسكري، أذكر اسم العسكري لأنه مشهور جدا وتعرفونه جميعا، وهو أنتوني كوردسمان، مؤرخ الجيش الأمريكي ثم مفتش الجيش الأمريكي ثم الباحث المعروف الآن في الولايات المتحدة الأمريكية المعني بقضية العراق. هذه الدراسة كبيرة ولكنها لخصت في قرابة 30 صفحة،
وترجمت في وقت من بعض الأطراف والجهات العربية الباحثة في هذا الموضوع، ووزعت أو نشرت وتم توزيعها بكمية لا بأس بها قبل الاحتلال من بعض الجهات في العراق. هذه الدراسة تقول بأننا، وهي مبنية على معطيات المخابرات المركزية الأمريكية، ليست وجهة نظر سياسية لمركز دراسات، تقول بأن العراق على طبق من ذهب وسيستقبلوننا بالورود. هاي المقولة المشهورة جدا اللي أحدثت شرخ كبير جدا بعد الغزو وبعد تأخره والفشل الذي حصل بين المخابرات وبين وزارة الدفاع. أنتوني كردسمان وصاحبه في هذا التقرير يقولان نسبة السنة العرب في العراق 17%، بحبحوها شوية مجلس الحكم سوينا 20. هكذا هي الأرقام المتداولة قبيل الغزو. فإذا هي قاعدة معلومات على أساسها تم، لأن الفكرة الأساسية أقلية متحكمة في أكثريات، وهذه الأقلية دكتاتورية ومستبدة وما إلى ذلك. هكذا صدرت للعالم وصدقها العالم، وللأسف صدقها ليس فقط العالم الغربي والشرقي وإنما العالم العربي أيضا للأسف. أدخل الموضوع فأقول العراق إلى أين؟ غالبا الجواب سيكون إلى المجهول، غالبا حقيقة الواقع. كرة متدحرجة، كرة جليد، بما أننا في موسم جليد، بمرور الزمن على مدى 18 عام الماضية تتدحرج وتكبر يوما بعد يوم ولم تصل إلى القعر إلى الآن. لكن أنا أقول بأن العراق متجه للمعلوم وليس إلى المجهول، متجه للمعلوم الذي ترسخ طوال هذه السنوات 18 في عمر الاحتلال. وأقصد هنا بالمعلوم توجه إلى المعلوم السياسي كما ذكر الدكتور وكما بيّن، إلى المعلوم الأمني المتفاقم المتردي يوما بعد يوم وذكر جانبا منه الدكتور، متوجه للمعلوم الاقتصادي وحالنا وأوضاعنا في العراق معلومة ومعروفة، يعني حتى أحيانا الألفاظ لا تعبر عنها. عندما نقول المشكلة العراقية لفظ مجامل جدا، الحالة العراقية لها ذا تحت الصفر. حتى عندما نقول المأساة العراقية أعتقد بأن التعبير لن يوفي يعني الصورة حقها. نبحث نبحث نبحث. قبل أيام كنا في لقاء مع بعض الإخوة من إخوتنا في فلسطين في الداخل الخط الأخضر فلسطين 48، عندما استمع لشرح طويل عن الحالة العراقية قال أنتم تعيشون زمن النكبة اللي عشناها 47 و48. وفعلا ممكن النكبة تعبر نوعا ما عن حالتنا، وهي نكبة في داخلها نكبات أخرى. متوجهون إلى معلوم اجتماعي، هذه الحالة الاجتماعية المتهرئة المتفسخة في البلاد. العراق يعني قبل أيام في إحصائية يتزعم يعني طالع أول على الدول العربية. إيش طالع أول على الدول العربية؟ سياسيا اقتصاديا عسكريا حتى رياضيا، ما شاء الله يعني في الجريمة المنظمة على رأس الدول العربية في الجريمة المنظمة. بس اللي مو مشكلة عادي 23 دولة هو الأول، لكن موقع الدولي متقدم جدا حقيقة، يعني مثل ما يقولون ترفع له القبعة. الثامن عالميا في الجريمة المنظمة، يعني بأي تصور بأي عالم نحن أن العراق يصبح الدولة الثامنة في العالم بالجريمة المنظمة؟ يعني الجريمة المنظمة منتشرة في العالم، يمكن أمريكا اللاتينية جوز تحتل الصفوف يعني العشر الأوائل وغيره، ما شاء الله يعني نافسنا أمريكا اللاتينية مو بس الجنوبية كلها. العموم، أما إذا المعلوم الثقافي فحدث ولا حرج. كانت الأمور الثقافية يعني ما زال العراق مليئا بكتابه ومثقفيه وشعرائه ومفكريه وعلمائه لحالته الثقافية، باتساع هذه الحالة بانتشاره خارج العراق. لما؟ لأنه كان ما في توجيه خاص على هذا الجانب، التوجه السياسي اقتصادي تخريب بنية المجتمع عن طريق المخدرات وغير المخدرات والمسائل الأخلاقية الأخرى المعروفة. الآن في توجه لتخريب الثقافة، لتخريب العقل العراقي من خلال إشاعة نوع من النمط الاستهلاكي المبتذل الرخيص. الآن في غزو على العراق ما شاء الله صار قبلة، بحيث العراق وصل إلى مرحلة بدأ يستقبل يعني نجوم الثقافة والفن كما يسمونهم، ويجدون الترحاب في ظل دولة يسمون أنفسهم يعني
أحزاب دينية أحزاب إسلامية، ويوصف النظام بأنه نظام ديني، وإحنا طالما قلنا ليس نظاما دينيا وليس نظاما إسلاميا، كيف يكون نظام إسلامي وهو مدعوم أمريكيا؟ كيف يكون نظام إسلامي وهو مرضي عنه صهيونيا؟ كيف يكون نظام إسلامي وهو مدعوم من وجهة نظر ضيقة إسلامية إيرانية؟ فإذا هناك هيمنة لأحزاب تدعي أنها إسلامية، نعم. فإذا العراق متجه إلى المعلوم الذي نعرفه والذي يستاد سوءا للأسف يوما بعد يوم. المعلوم الثاني الذي نتجه إليه هو إدامة النظام السياسي القائم، بغض النظر عن المشاكل القائمة والأزمات السياسية الحاضرة، لاحظوا أن الحل هو في حدود ومحددات النظام السياسي القائم، ولا يجوز الخروج عنها. أصبح الخروج عنها كأنه كفر، الكفر العلني مسموح به، أما الكفر بالنظام السياسي غير مقبول، وقد يعني يعاقب الإنسان قبل أن ينطق بهذه الكلمة، بل يجتث. سياسة الاجتثاث مستمرة منذ الاحتلال وحتى اللحظة. النظام السياسي القائم الآن كما تعرفون قائم على أساس المحاصصة الطائفية والعرقية، وقائم أيضا على أساس التوافق بين قوى ومكونات سياسية. يعني سياسة التوافق المتفق عليها خارج إطار الدستور مع سوء الدستور هي الحاكمة، وهذا التوافق على مستويات كما تعلمون. المستوى العام الذي هو توافق بين المكونات العراقية العرقية والدينية والمذهبية، وتوافق بين القوى السياسية في كل مكون على ثلاثة أو أربعة أو اسمين من أسماء الأحزاب والقوى الحاكمة والمهيمنة، وهكذا لم تخرج الكرة خارج ملعب هذه الأحزاب طوال السنوات الماضية. ما يجري الآن هو نوع من المدرب جديد جاي ويريد يغير بعض العناصر، أو ظروف ما حكمت على بعض اللاعبين بأنهم أجهدوا ولم يحرزوا النتائج المطلوبة، لكن التغيير كله ضمن الفريق، ما يجيب شخص من خارج الفريق. وكذلك أي طبعا نحكي نتكلم عن الساحة بين قوسين ما تسمى بالساحة الشيعية، وبين قوسين ما تسمى بالساحة الكردية، وبين قوسين ما تسمى بالساحة السنية العربية. لاحظوا كردي شيعي، لكن لما نجي على التقسيم هنا مفهوم السبب السني العربي. فإذا اللعب داخل هذه الأطر. المشكلة الآن هي في كيفية تحقيق التوافق من أجل إدامة هذه العملية السياسية والنظام السياسي. قد ترتخي إيد إيران قليلا، لكنها لم تفلت زمام الاحتلال كما ذكر الدكتور، هي المحتل الثاني من حيث التاريخ والزمن والدخول، ولكن هي المحتل الأول من حيث الوجود والنفوذ والحجم والتأثير. فالمشكلة مزدوجة ومركبة. مثال، أضرب مثال فقط، أنه كل التحالفات غير المتخيلة غير المتوقعة قبل الانتخابات حصلت بعد الانتخابات، وبدينا الآن نسمع عن اتفاق الحنانة، بعد كنا نسمع عن اتفاق أربيل، وبدأ الصراع يصير بينهم المقترح من فلان من مسعود البرزاني، لا المقترح من السيد مقتدى الصدر، إذن الفضل لأربيل قبل الفضل للحنانة، والسياسيين اللي تورطوا وصرحوا بسرعة بالعاطفة بدأوا يحاولون يصلحون مواقفهم. طيب ماذا فعلت الحنانة وماذا فعلت أربيل؟ المعلن هي حكومة أغلبية وطنية كما يقول مقتدى الصدر، وكلنا نعلم أنها أغلبية وطنية في إطار التوافق من القوى التي تدعي تمثيل العراقية، شعارات خداعة وغيرها، وستنتهي. مثال التفصيلي، بالأمس أعلن عن أن أحد النواب الذي فاز عن محافظة صلاح الدين اختار، لاحظوا اختار، أن يترك المنصب النيابي خدمة الشعب اللي كان يقول عنها قبل ذلك، إيصال صوت الشعب صوت الأمة، يرفع صوته عالي في البرلمان، يختار منصب محافظ صلاح الدين وينسحب من مجلس النواب، ما يسمى مجلس النواب، عادي جدا. رغم أن هي القضية مصلحية أولا، لأنه لما نجي نقيسها فعلا نقول يعني هو اختار مصلحته، لأن منصب محافظ وين ومنصب نائب وين، لكن من الذي ملأ مكانه في مجلس النواب؟ من الاحتياط، النائب الاحتياط الثاني في منطقته اللي صعد من محافظة صلاح الدين، ممثل الإطار التنسيقي، لاحظ ممثل الإطار التنسيقي يصعد من محافظة صلاح الدين التي توصف بأنها عربية سنية
يصعد المجلس النواب بمعنى الإطار التنسيقي، وهو يقاتل وهو يفاوض وهو ينازع، هو يزيد من عدد أعضائه في مجلس النواب. فالقصة يعني بعد مدة سنصحى أنه نشوف الإطار التنسيقي رجع الحجم الطبيعي. إذن وين المشكلة؟ القصة في أنه لأول مرة يحظى التيار الصدري بأغلبية مقاعد، مع أنه أغلبية المقاعد في العراق في ظل النظام السياسي لا تحكم، ليست هي الفيصل. الفيصل هي الكتلة الأكبر كما فسرتها المحكمة الاتحادية على خلاف ما يجري في العالم كله. طيب هو أغلبية ومعه تحالف كردي وتحالف عربي سني لا يستطيع تشكيل حكومة، لماذا؟ ما المانع؟ السلطة معه، الدستور معه، القانون معه، أصوات الشعب كما يقولون معه في انتخابات. طبعا نحن نتكلم عن نسبة 15% فقط نسبة المشاركة في الانتخابات أو أقل من ذلك، لأن هناك قواعد حاكمة لا يستطيع الخروج عنها. وهكذا الأزمة تستمر. وأذكركم بأزمة 2009 في رئاسة مجلس النواب، وقتها استمرت 9 أشهر حتى حلت مشكلة رئيس مجلس النواب. الجماعة ما عندهم مشكلة، الوقت ما شاء الله عندهم يعني طويل جدا، لأنه لا يعانون لا من حر ولا من برد، وتقول بردانين حتى يحسمونا ومحترين حتى يحسمونا بسرعة. طيب إذا انتقلنا أيضا إلى إدامة النظام السياسي من خلال إيجاد نوع جديد من التحالفات، وهنا في الساحة العربية السنية. الساحة العربية السنية تمخضت عن تيارين فقط، عن توجهين فقط، عن كتلتين فقط، بعد أن كانت منقسمة على أطراف عدة، وهي بسبب سياسة يعني المد والجزر المعنوي والحسي. وصلنا إلى كتلتين فقط، والكتلتين صنع يعني بينهما الصراع الانتخابي ما صنع، وتصور العالم بأنهما لن يلتقيا أبدا، ولكنهما التقيا، وبدأ واحد يعزم على الثاني، تفضل على رئاسة مجلس النواب وما إلى ذلك. وهذا متى حصل؟ بعد تدخلات عربية وإقليمية هنا وهناك. إذن الإقليم يبحث عن إدامة النظام السياسي القائم بغض النظر، ما مهتمين ب كم شارك من العراقيين في الانتخابات، ما هو رأيهم الحقيقي، ما تأثير هذا على الساحة العراقية، ما هي المتغيرات اللي يمكن أن نستفيد منها للدخول في الساحة. قبل يقولون الأمور مغلقة، أمريكا وإيران ما تسمح. طيب لما سمحت الأمور ما شاء الله أنتم يعني صنعتم تحالف عربي سني، فشلتم في عام 2017 كنا شهود على ذلك، ونجحتم الآن ودفعتموه إلى العملية السياسية بقوة. وهنا أتكلم عن النظام العربي الرسمي والنظام الإقليمي الرسمي. وللطرفة هنا نسيت لكن أجيه الآن، أنه العراق أيضا ثاري عنده منجز آخر على المستوى الأمني والعسكري، كما صرح وزير الدفاع البارحة وأول أمس، قال العراق والجيش الأول عربيا والجيش 34 عالميا. ما شاء الله. طيب على أي قياس، على أي معيار؟ مثل ما انتخبوا قبل مدة أو اختاروا قبل مدة المحكمة أو المعهد القضائي العراقي كأفضل معهد قضائي في الدول العربية، يعني أمور والله يعني. المهم طيب الجيش العراقي أول من حيث إيش؟ من حيث كونه وطني، من حيث يحمل عقيدة عسكرية، من حيث يمثل كل فئات ومكونات الشعب العراقي، من حيث جاهزيته القتالية، من حيث أسلحته ومعداته ومستوى تدريبه، لا من حيث حجمه. كل واحد يكبر حجم. إذا هيك لعد يا وزير الدفاع أنتم متراجعين، كنا قبل الاحتلال الجيش الأول عربيا والرابع، إذا هذه هي مقاييسكم. فالقصة يعني طويلة ومؤلمة. وعلي انتقل بعد ذلك إلى كم بقي من الوقت؟ طيب إلى أنه العراق، إلى أين العراق متجه؟ إلى المعلوم وطنيا أيضا. تكلمنا عن الحالة غير الوطنية، نتكلم عن الحالة الوطنية. العراق متجه إلى المعلوم وطنيا من خلال تنامي البعد الوطني، الشعور الوطني، التوجه الوطني، الحس الوطني، مثل ما ذكر الدكتور رافع وضرب مثال بثورة تشرين، وهذا صحيح وهو يزداد يوما بعد يوم. لكن مشكلة أين؟ أن هذا التنامي وهذا التزايد يحتاج إلى منصات، يحتاج إلى جهود، يحتاج إلى تعاون، يحتاج إلى تجاوز الحدود. إذا الآخرين ما استطاعوا أو تجاوزوا الحدود لداخل النظام السياسي، إحنا لخارج النظام السياسي لماذا لا نتجاوز هذه الحدود؟ يعني أن القوى الوطنية المناهضة للاحتلال بحاجة ماسة لالتقاط هذه اللحظة التاريخية لصياغة خطة عمل جديدة
لا تقوم على الاندماج والانصهار وغيره كما للأسف أقول بين قوسين يحلم البعض، ولا تقوم أيضا على أساس الكلام العام غير القائم على أسس واقعية على الأرض، ولا الشعارات والأمنيات والأحلام. للأسف هناك حالة من يعني الحلم الوطني الكبير جدا، بل الادعاءات الوطنية الكبيرة جدا في هذه الساحة، مبالغات كثيرة جدا، كلنا نعلم أحجامنا وواقعنا وفعلنا. فقط نريد بأن الصادقين الفاعلين الذين لديهم قدرة على الحركة، قدرة على الفعل على العمل وليس على التصريح والكتابة فقط وإطلاق الأماني والتمنيات، أن يجتمعوا أو لا يعولوا على الأقل على أماني العدو أو الأعداء. يوميا نفاجأ بأنه شخصية وطنية، جهة وطنية، يعني منبر وطني، وإذا به يعول على وعود وتوقيتات معينة، وأن هناك تغييرا ما، وأن شيئا مأمولا، وأنه لعله الأمور يعني، والدولة الفلانية وعدت، والدولة الفلانية جادة. إخواني تجاوزنا هذا الأمر من سنوات طويلة جدا، تجاوزناه لأنه لن يؤدي إلى نتيجة محسوسة وملموسة. حتى وإن كان البعض يؤمل بنسبة ما، فبعد الانتخابات الأخيرة كان المفروض بالنظام العربي الرسمي والإقليمي أو في الدولة نترك الدولة أنه يلتقط هذه المعطيات الجديدة ويقيم نوع من التواصل، مو جسور تواصل، نوع من التواصل، خلنا نمدها هكذا يعني نوع ضعيف، ليسمع وجهة النظر الأخرى ولا يكتفي بسماع وجهة النظر، وجهة نظر النظام السياسي القائم. وهذا لم يحصل، ومع ذلك لم يعاد النظر أو لم يعني يعاد النظر فيه هذه التعويلات وهذه التأميلات. لذلك أنا أقول بأنه نعم الشعور الوطني كبير، ولكنه أشبه بشعور الثورة المكبوتة، شعور وطني في هذه القاعة، وهناك جهود ونوات كل الإخوة الموجودين وغيرهم ممن حضر ومن لم يحضر لديهم القدرة على العمل، ولكن ساحة العمل هذه تحتاج إلى توسعة، تحتاج على الأقل على الأقل إلى تفاهم على خطوط عامة. طالما عملنا كقوة مناهضة للاحتلال على إيجاد أطر وعلى إيجاد جبهات وعلى إيجاد مواثيق وعلى إيجاد مؤتمرات، والتجارب كثيرة جدا، وعندنا تجربة ماثلة الآن اللي هي الميثاق الوطني العراقي، ولكن هو تجربة ليست جامعة لكل القوى المناهضة للاحتلال، وليست تجربة يعني قاصرة على من دخل فيه، وليست تجربة منتهية، هو مجرد ميثاق بمعنى سقف تتفق عليه القوى الوطنية حتى نمنع حالة الانحدار والانهيار والتراجع، ولا الباب مفتوح لسبل وطرق عمل أخرى واسعة الاستفادة من الجهود الأخرى الموجودة، خاصة هنا في تركيا جهود إخوتنا ممن للأسف اضطروا للخروج من بلدانهم. هذا اللقاء والتشاور غير ممكن أن يصنع لنا أيضا بعض الأفكار أو يوجد لنا بعض الأفكار التي يمكن أن نعمل من خلالها. القصد بأنه الشعب يغلي، تزداد وطنيته، يزداد تعبيره الرافض للواقع السياسي القائم، تتسع هذه النظرة في جميع المكونات من الشمال إلى الجنوب. ابن الجنوب قام بانتفاضة تشرين اللي جاءت بعد ثورات وانتفاضات المحافظات المنكوبة الست والتظاهرات الطويلة التي سبقت ذلك والربيع العربي. ابن الشمال رفض الاستفتاء على الدستور في 2017، وهذه نقطة مهمة وبارزة جدا على أنهم يعتزون بعراق، على أنهم يعتزون بعراقيتهم. الآن ابن الشمال يخرج مهاجرا، وكل المشكلة اللي تعرفونها في بين بولندا وبيلاروسيا أغلبهم من إخوتنا الكرد. طيب إذا كان كردستان إقليم مثالي نموذجي تطمح إليه بعض الجهات في المنطقة العربية السنية، لماذا يتركه أبناؤه؟ وهنا أعيد أختم، أعيد فتح ملف الإقليم في العراق بضغط من جهات، وأنا أقول الجهات المحلية موجودة التي تتمنى وتحلم بالإقليم، ولكن هناك ضغط من أطراف ومن دول للأسف عربية تسعى لهذا الموضوع. وهنا فقط أضرب مثل وأختم به، يقول أحدهم لماذا تعارض الجهات الوطنية أو غالب الجهات الوطنية، لأنهم تلبس بعض الوطنيون بهذه البدعة، لماذا تعارض الجهات الوطنية موضوع الإقليم؟ أليس هذا الموقف شبيها بموقف إيران؟ لاحظوا محاولة الربط الخبيث. طيب لا بأس، نسلم لهم، نقول طيب
لماذا تدعو بعض الجهات العراقية إلى الإقليم الذي تدعو إليه الدولة العبرية؟ نفس القياس مع الفارق أن القوى الوطنية منذ لحظة الاحتلال وقفت أمام مخطط الأقلمة والفيدرالية والدولة الاتحادية. إيران في ذلك الوقت كانت تسعى إلى موضوع إقليم الوسط، إقليم الوسط والجنوب، لكن عندما سقط العراق كثمرة يعني ببلاش بين يديها تجاوزت موضوع الإقليم. بينما الكيان الصهيوني قبل احتلال العراق يدعو إلى تقسيم العراق، فمن التحق بفكر من؟ الإيرانيون. إذا على القياس الإيرانيون التحقوا بفكر القوى الوطنية من هذا الاحتلال، والجهات السياسية الداعية للإقليم في العراق التحقت بفكر الدولة العبرية الداعية للتقسيم. وهكذا الأمور تجري، ومع ذلك هناك تلبيس وتدليس ودفع ولقاءات هنا وهناك من أجل إشاعة هذه الفكرة. كلما تفشل العملية السياسية، وبالتحديد ممثلو العرب السنة كما يسمونهم يطلعون من تحت الطاولة موضوع الإقليم. فإذن العراق إلى أين؟ العراق متجه إلى معلومات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وفكرية ليست خافية علينا جميعا، لكن نحن كقوى مناهضة للاحتلال يبدو أننا يعني ينبغي علينا أن نتجه إلى معلومات وليس إلى مجهولات. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن نشكر الدكتور رافع فلاحي الباحث السياسي والخبير في الشأن العراقي، والدكتور مثنى حارث الضاري مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين. كذلك نشكر حضورنا الكريم على مشاركتهم معنا، ونلتقي بإذن الله في نشاطات أخرى وندوات أخرى في مركز رسام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.